واخيرا النهارده معانا البيجو 408. العربيه دي جايه لنا برعايه الرواص، تمام؟ في وصف الفيديو في روابط للرواص لو عايزين تستفسروا على اسعار العربيات. انا بصور العربيه دي في الرواص فرع شارع رمسيس في وسط البلد، ففي شويه دوشه ما اقدرش اعمل فيها حاجه، بس تعالوا نفصص العربيه المختلفه والجميله دي جدا. يلا بينا. اوكي، واول حاجه نبتدي بيها هي تمن العربيه. الشارع هدي شويه يا جماعه. التمن العربيه الجي تي اعلى فئه 1,780,000، ده التمن الرسمي. مواصفه العربيه، بيجو بتصنف العربيه دي على انها كروس اوفر فاست باك او فاست باك كروس اوفر. طولها تقريبا داخل على 4.7 متر، وقاعده عجلات برضو كبيره جدا داخل على 2.8 متر. عربيه ابعادها كبيره، بس التصنيف بتاعها كومباكت ولا ميد سايز انا مش عارف، بس عربيه كبيره. انا مدياني انطباع انها ملمسه في الميد سايز. الموتور هنا ال 1600 تربو اللي بيولد 215 حصان و 300 نيوتن متر، واصلين عناء الحركه الايسن الثمان سرعات الاوتوماتيك. العربيه جر امامي، التعليق الامامي بتاع العربيه ماكفيرسون، والخلفي متصل كعاده بيجو في كل عربياتهم كابل تورشن بيم. وزن العربيه مش واضح قوي الموديل ده ايه، بس بنتكلم قرب ال 1600، اقل من 1700. تعالوا نتفرج على العربية من قدام. مؤخرا التصميمات بتاعت بيجو بقت في حتة تانية، والعربية دي فيها تشابه من ايه؟ او بالاصح لامبورجيني لسه مطلعة عربية تصورية اسمها لانزادور كهربا بالكامل، برضو كروس اوفر فاست باك. اوكي، تشبه العربية دي قوي قوي. اوكي، بس دي طلعت الاول اكيد يعني، ولكن ما علينا. تعالوا نبص على العربية من قدام. الشبكة حلوة جدا، بصوا الشبكة، بصوا التفاصيل اللي فيها بالابيض، بصوا علامه بيجو. معلش في هنا شويه وساخه يا جماعه بننضفها. العلامه حلوه جدا كمان، وهنا 408 مكتوبه باسلوب حلو قوي. في تغييرات كتيره، بصوا الشبكه حلوه ازاي، وبرده داخله مع الاناره. طبعا اتفرجوا على الاناره بالناب المشهور بتاعها اللي فيه برده الاشاره، والانوار هنا ماتريكس ال اي دي، تقدر تخفت جزء وتوطي جزء وتعمل اللي انت عايزه. وبصوا على منظر الإنارة الإجمالي. بصوا بقى على العربية ككل، لا هي جامدة جدا من قدام، وعندي هنا خط قوي جدا جاي مع الزاوية دي، يعني فيها خطوط خطوطها حلوة العربية دي. لو بصيتوا بقى البصة الإجمالية بتاعت العربية، فهتشوفوا السقف اللي بالأسود مع المراية الطايرة السوداء الجديدة. المراية دي شكلها برضو حلو أي، طبعا فيها أنوار LED. ده غير كالعادة اللون ده اللي هما بيسموه أبيض لؤلؤي بيرلسنت وايت، جميل جدا. فيش شك إن العربية شكلها حلو من قدام. في طبعا حبة حركات هنا زائفة وحاجات حقيقية. العربية دي ما بتجيش ب 360 بس فيها حساسات أمامية، لكن حلوة جدا. تعالوا نتفرج على الموتور. كعادة بيجو دايما بيحطوا الفتحة بتاعت الدراع بتاع الموتور في قفلة الباب عشان ما تقدرش تفتحه وانت ايه يعني فاتح الباب. انا اسف، لازم تبقى فاتح الباب بالاصح يعني. استنوا بقى نشوف البتاع عاملين. ايوه اوه، ايوه اهي تمام، من غير مساعد. كل الثمن ده ومن غير مساعد، مش عارف ايه الحكايه يا جماعه. حطوا مساعدين، مش عيب مش عيب. طيب الموتور، الموتور البيور تك ال 1600 اللي في حاله النسخه اللي بتجي لنا دي 215 حصان و 300 نيوتن متر على ناقل الحركة ايسن 8 سرعات اوتوماتيك. العربية جر امامي، والموتور ده بيطلع قدرة كبيرة. في مواتير تانية بتولد نفس الموتور، بيولد 225 حصان، لكن اللي بيجي لنا هنا بينزل شوية 215 حصان. الباكجينج بتاع الموتور حلو قوي، والحتة بتاع الحوض الموتور كلهم نضاف جدا، والموتور مصفح بالكامل من تحت من الجنب. عليها من الجنب، عليها. العربية شكلها حلو حلاوة، ممكن في الصور ما تكونش بحلاوة العربية دي على أرض الواقع. وفي تأثير أو يعني فيها تشابه مع لامبورجيني أنا مش قادر ما أشوفوش في الكسرات كلها. تعالوا نبتديها كده إيه، حتة حتة من قدام. الحتة دي بصوا الرفرف، وبص الكسرة اللي جامدة قوي هنا دي قوي. أوكي، والرفرف زائد الفبر، الفبر كبير في العربية دي. ليه؟ لو بصيتوا على المنظر العام كله كده على بعض بتاع العربية، هتلاقي عندي الفبر كبير كبير قوي.
عشان يديلك الانطباع ان العربيه كنزه من هنا، اوكي؟ فدايما بيديلك الانطباع العربيه مسحوبه اكتر، يعني لو ما كانش فيبر، لو كان بلون الدهان كنت هتحس بالعربيه اكبر. تعالوا بص، الفيبر مكمل لورا في حته عدوانيه جدا، ديفيوزر، ديفيوزر كبير. لا لا، العربيه فيها خطوط تعقد، تعقد من جمالها، وانا مش ببالغ. انتوا عارفين انا بهتم بالخطوط بتاعت العربيات. بصوا الاناره الخلفيه لسه هنغطيها، لكن بصوا الكسرات اللي هنا مع الكسره اللي هنا وهنا، كنت فاكرهم عيب، العربيه مخبوطه، هي طلعت كده. وكسره حاده جدا من هنا قوي، بصوا الحته دي مع السحبه كلها، مع السبويلر اللي لامبورجيني خالص برضو، اوكي؟ والخط هنا داخل لجوه، الباب بيخش لجوه. ايه ده؟ ايه اللي عاملينه ده؟ يعني اللي بيسموه السيرفيسنج بتاع العربيه او المعادن اللي في تشكيل المعدن في العربيه رهيب من جماله. وبصوا على خط الازاز، بصوا بقى السحبه مع المرايه والسقف البانورامي الاسود، بصوا السحبه لغايه الاخر. لا هي حلوه، حلوه ومبذول فيها مجهود. وعندك بقى شويه تفاصيل، علامه بيجو هنا حلوه جدا. طيب تعالوا نبص على الكاوتش والجنط هنا، 225 55 18 بوصه، والجنط 2 تون ومختلف خالص. بيجو مبدعين في الاختلافات، مفيش اي حاجه تقليديه في العربيه. وطبعا العربيه اكيد كيلس اكسس هنتفرج عليها، والبيبان بتفتح لتحت، وارتفاع العربيه كله، لا ارتفاعها من الارض كويس، هي كروس اوفر. لا عربيه حلوه وعجباني، وعجبني كمان عرض الازاز بتاع الباب الخلفي. بصوا الباب الخلفي كبير ازاي، ومن الظهر والثلاث ارباع ما زالت الخطوط بتاعه العربيه تعقد وجميله جدا، مفيش شك يعني، اوكي؟ ما زال عندي الخطوط الحاده جدا. بصوا اصلا الانوار برضو بقت كلها بارزه، تفوقوا على نفسهم برضو في الانوار، المجموعه كلها LED، والانتجريشن بتاعها في الحته دي بالحته السوداء اللي هنا دي عجباني جدا. وعلامه بيجو، لا هما بيبدعوا. والديفيوزر الخلفي الكبير، هو مش ديفيوزر، بصوا ده مش ديفيوزر، بس هو طبعا مخبيين فتحات الشكمان. العربيه دي اكيد هتتقلب كهرباء، اكيد مفيش شك، الديزاين كله بيقول انا كهرباء. زائد بقى ايه، الخط الحاد قوي هنا كده، وبعدين النازله كلها، الحته دي كلها نازله ولفه، بدعوا بدعوا. بصوا عليها من الجنب تبان لكم اكتر، الحتتين دول مع اللايرز دي كلها فيها طبقات كتيره قوي العربيه. ولكن البروز ده بيدي لها منظر رياضي جدا، زي ما تكون عربيه رياضيه جدا. نجحوا جدا في التصميم مفيش شكل. وبصوا على سحبه الازاز، مع مش قادر برضو ايه يعني اسيب الحته دي، وفيها شويه حرف واي من السقف زي ما انتم شايفينه، من هنا ومن هنا، مدي على لامبورجيني وش مفيش كلام. تعالوا نبص على الشنطه، هي ليفت باك وكهرباء، فالشنطه كبيره. والانوار اللي من هنا LED لو حد فيكم مركز، طبعا كهرباء. شنطه هنا مساحتها 536 لتر، وعندي من هنا مكان تخزين زي ما انتم شايفين في الحته دي، ومتبطنه بطانه حلوه. عندي امكانيه تنزيل الكراسي، وعندي الباس ثرو، وعندي طبعا امكانيه تنزيل الكراسي من هنا زي ما انتم شايفين، واماكن تعليق. الناحيه الثانيه عندي الرف ده، اوكي؟ وبيكملوا فين الرف ده؟ يعني ده اللي بيقفل محتويات الشنطه، وده بيتشال عشان تبقوا عارفين، بس دايما احسن تخليه. نيجي على الناحيه دي، عندي اماكن تثبيت هنا، تمام، واماكن تعليق وامكانيه تنزيل كرسي، وبرده 12 فولت. اما هنا عندي الكيك بليت، اوكي؟ بس الحته دي مساحتها كبيره قوي، فدي مش سهله قوي في التحميل، هتضطر تعمل كده، اوكي؟ هنا بقى عندي جنط مؤقت بالعده بتاعته، واماكن تخزين اضافيه تحت هنا كمان. وشايفين الخطاف ده عشان تعلق في الحته اللي فوق، عشان ايه ما تضطرش تفضل شايله. حلوه برضه. تعالوا نشوف المساحات الخلفيه اولا. تعالوا نتكلم على الباب شويه، اوكي؟ الباب ازازه كبير جدا جدا، واسع قوي، فدي حلوه قوي الاحساس يعني بالاناره في الحته بتاعت عرض الباب. حلو. المواد من فوق بلاستيك جدا، من قدام سوفت، من ورا بلاستيك، مش حلوه منهم قوي في البرايس رينج ده يعني الصراحه، ولكن المساند اللي بتسند عليها جلد، ومساحات التخزين في البيبان كويسه. اوكي، انا الكرسي ده في وضعي قاعده العجلات تقريبا 2.8 من 10. ارتفاع الراس عشان مش مكملين البانوراما اللي هنا، شايفين البانوراما بيقف فين؟ هي فتحه سقف بتقف هنا، اوكي؟ وعندي من هنا انوار LED تاتش برضو حلوين قوي، اخيرا عاملينهم حلوين قوي.
دول دامت حلوين. الكرسي والكنبه كلها مريحه جدا، عندي ارتفاع كويس جدا، ارتفاع الراس كويس، يعني حته انها ليفت باك او فاست باك واخده السقف المحني اللي هو بتاع الفاست باك مش مقصر، مش واكل من مساحه الراس. طبعا بني ادم اطول مني يعني اكتر، انا 178.5 ممكن يعاني شويه، لكن برضو عندي مساحه كويسه قوي 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 قدامي من هنا. نفق صغير جدا لا يذكر، عندي فتحتين تكييف ومخارج يو اس بي سي حديثه، ومكان تخزين هنا برضو بلاستيك. الحته دي يعني اوكي مش وحشه قوي، ومن هنا الجلد حلو قوي، لازم برضو اقول لكم جلد طري قوي. وعندي هنا كاب هولدرز ومكان تخزين، لا مكان حلو اللي انت قاعد فيه ومريحه، الكنبه مريحه جدا. وعندي برضو اماكن تخزين من هنا، شبكه والكراسي شكلها حلو، تعالوا نتفرج عليها من قدام، هي طبعا حكايه من قدام، يلا بينا تعالوا نتفرج على العربيه من قدام. فالمواد كلها حلوه قوي، ولو انتوا شايفين عندي امبيانت لايت شايفينه من هنا كده اوكي في الحته دي، ومش مكمل هنا بس مكمل بالخياطه هنا، واخدين بالكم؟ والامبيانت لايت برده هنا ايه بالاخضر في الحته دي شايفينها. وعجله القياده برده هم حلوين قوي، بيعملوا التابلوهات برده بطريقه حلوه قوي، مفيش شك. عجلة القيادة مبططة، اتنين سبوك برضو جاهزة انها تبقى كهرباء. نشوف عندي ايه الاوضاع بتاعتها من هنا، ايوه اوكي اقدر اطلع وارجع، بس برضو انا لازم هبقى عايزها كده ليه؟ في اوطى وضع عشان ابقى كاشف، ثواني بقى، ابقى كاشف الحتة دي بتاعت لوحة العدادات هنتكلم فيها، فيها برضو امكانيات 3D متغيرة، فدي اكتر حاجة بتتعبني في عربياتهم وقلتها قبل كده. لكن تصميم العربية من جوه والحركات اللي فيه، طبعا المواد كلها سوفت انا بس بتأكد يعني، وهنا اوكي التصميم ماشي بالظبط مع شكل العربية من بره، يعني فيه اهتمام من التصميم لاضم مع التصميم الخارجي بتاع العربية، فدي حلوة قوي. وعندي هنا بقى جلوس بلاك في الحتة دي، وكلمة جي تي من تحت، هنا التحكم في الصوت والمايكروفون والكروز كنترول من هنا، وفيها بادل شيفترز للايسن الثمان نقلات، وبقيه الحاجات اللي عندي بيانو بلاك في الحته دي او جلاس بلاك، في ناس بتتضايق او تقول لك ده مش بيانو بلاك اوكي. فتحات التكييف حلوه وجايه لي كلها مخفيه على صف واحد، فدي حلوه قوي برده. والقفل والفتح بتاعهم هنا، الشاشه بالشاشه الصغيره بالبيانو باتنز اللي من تحت، زائد الحته دي لوحدها فيها وايرلس تشارجنج كويسه، تاخد وايرلس تشارجنج، الستارت ستوب، الشيفت باي واير بتاع الايسر الثمان نقلات، وفيها مانيوال مود وانماط قياده. من هنا عندي مكان تخزين كبير يو اس بي 12 فولت، وهنا عندي مكان لكاب هولدرز بس كاب هولدرز مش كبيره قوي، عندي مكان هنا غالبا لمفتاح، وهنا عندي حته تخزن فيها يو اس بي عادي، وده عشان تبقوا شايفين مفتاح العربيه عادي لحد كبير يعني مش واو اوكي. دي مبرده غالبا فيها فتحات تهويه كده غالبا من التكييف، فدي في الغالب مبردة. درج التابلو متبطن بالجوخ، حلو جدا، حلو وكبير كويس. فوق عندي التحكم في فتحة السقف وبقية الأنوار اللي برضو معمولة بالتاتش، تعالوا نشوف، الفرنساويين لازم يهتموا بالحاجات دي قوي بقى اوكي. تعالوا نشوف دي سوفت LED من هنا، حلوين قوي برضو، في اهتمام بالتفاصيل كتير. طيب تعالوا نشوف الشاشات التلاتة اللي في العربية، عشان هنا في شاشة وشاشة صغيرة استجدت. طيب تعالوا نشوف الشاشة دي ودي والشاشة اللي هنا، شايفين دي كمان فيها إمكانية الـ 3D هوريها لكم حالا، بس تعالوا نرجع للشاشة الرئيسية بتاعتي والشورت كات اللي تحت. أول حاجة من هنا ممكن أجيب الشورت كات دي زي ما أنتم شايفين، برايتنس وواي فاي، وشايفين كلمة 3D كلاستر اللي هنا دي بتسيطر على الشاشة اللي عندي هنا. الشاشة اللي عندي هنا حاليا أنا عاملها بالـ 3D، أجي أدوس كده بقت عادية بقت مبططة، واخدين بالكم؟ هي باينه شويه اوكي، شايفين تخش وتطلع البيانات بتطلع لي باينه لكم شويه، بصوا بترجع كده اوكي، استنوا رجعتها انا كده اوكي، بترجع وتطلع، فالبيانات بتبقى على الشاشه دي مجسمه اكتر. عاجبني قوي علامه بيجو، علم فرنسا من تحت هنا، حلوه الحته دي اوكي. تعال نرجع للشاشه الرئيسيه بتاعتنا تاني اوكي. الاداس، ايه الاداس ده؟ التراكشن كنترول، ادفانس درايفر اسيستنس سيستمز، وانا ممكن اعمل هنا ايه الشورت كاتس بتاعتي، ولكن الفانكشنز بتاعتي عندي يبص كلوز اوبستكل ديتكشن، الحته دي شايفينها في الركن طبعا، يبص على الحاجات القريبه، الاسيستنس اللي هو التراكشن كنترول اوكي. زي ما انتم شايفين كده ممكن في اي لحظه اجي اعمل كاستمايزيشن للحته دي، اجي مثلا مش عاجبني الزرار ده اوكي، فادوس عليه دوسه طويله كده تمام،
فخلاص ممكن انقي اي حاجه، ممكن انقي كلوز اوبستكل ديتكشن كده، بقت عندي من تحت، واخدين بالكم؟ عايز ارجع التراكشن كنترول تاني، ادوس على ده دوسه طويله كده وادوس على تراكشن كنترول، ايوه ادوس على تراكشن كنترول، بقى عندي من هنا تراكشن كنترول، فدول كاستمايزبل كمان. طيب نرجع تاني للسيتنجز بتاعت العربيه، سيتنجز كتيره جدا جدا، عندي بروفايلز طبعا مع كل سواق، وكاستمايزيشن، عندي الالوان، عندي اقدر اكستمايز الشاشه دي تمام بالالوان، تعالوا نغير الوانها من هنا، اجي اغير الالوان كده واغير الشكل، اوكي انا كده بغير الشكل شايفينه، وهنا بقى عندي خريطه نافيجيشن في النص والعدادات، وممكن اخد منظر تاني منظر تالت، عندي كاستمايزيشن حلو. وتعالوا اوريكم حاجه تانيه كمان، نرجع للشاشه الرئيسيه، اقدر اكستمايز الشاشه اللي عندي هنا، ممكن اخد الشكل ده كده او كده، اوكي عندي كاستمايزيشن، والسيستم بقى مصحصح اكتر يعني. فالكاستمايزيشن حلو في العربيه مفيش شك، وحاجات يعني وكالر وامبيانت لايتس ممكن اخليها خضره خالص ماشيه مع الخياطه اللي عندي في العربيه، خليها رمادي مسخه شويه، احمر جامد جدا، ازرق حلو، يمكن ده اكتر لون عاجبني عشان ماشي مع الخياطه شكله حلو. زائد طبعا في اي وقت عندي الزراير اللي من هنا اللي هي الشورت كاتس الحلوه، زائد الحته بتاعت الهازارد لايت اللي من هنا كويس قوي، وتعليه وتوطيه من هنا واضحه وصريحه. فالسيستم اتطور بقى فيه كومبلكسيتي، بقى فيه تعقيدات كتيره، والحته بتاعت الديجيتال كلاستر ممكن اجيبها من هنا تاني زي ما شفناها. نرجع تاني للسيتنجز بتاعت العربيه والابلكيشن درور، مجموعه الحاجات اللي هنا. بصوا بقى على الدلع، على السيت اوبشنز، عندي مساج هنا وهنا، ومجموعه المساجات كتيره جدا، ممكن اشغل كات بو اللي هو مخالب او مش مخالب، ايد القطه عمال بيعمل لي في كل حتت كده، وجامد قوي جامد قوي، اوكي جامد قوي حلو. وممكن الناحيه الثانيه اعمل مساج تاني برضو لامبر، استنوا بقى نشغله الايمن، ايمن نعمل له لامبر سبورت، اوكي ايمن حاسس حاجه بتحصل ولا كده اشتغل؟ حاسس حاجه جميله جدا ممكن يجي غريب جدا، اوكي هنا نطفيه وهنا نطفيه، طفينا الاثنين، فامكانيه المساج دي حلوه قوي. زائد الكراسي كمان معموله بحاجه اسمها اي جي ار، زي الكراسي بتاعت اختها الثانيه اللي هي ايه الاوبل لو فاكرين. وعندي كمان امكانيه تسخين الكراسي، مفيش داعي منها خالص في الجو الحالي. نرجع تاني للابلكيشن درور، فالسيت اوبشنز واضحه جدا، وعندي سكرين ميرورنج برضو، واوكي بيجو ده الكلايم ده الفويس كوماندز، وهنا طبعا التكييف معمول حلو قوي برضو، ونسبيا زي ما انتم شايفين بقى سريع الاستجابه مفيش تاخير. تعالوا نبص على كاميرا الرجوع، اوكي انا كده كاميرا الرجوع كاميرا واحده، وبتقدر تجيب الوايد فيو، وكالعاده بيعملوا الحركه دي اللي هي الخدعه، ان انت لما تتحرك قدام وورا تروح نقلالي الصوره دي وتكبرها، يعني بتحفظها وبتخليها. لو غيرت الانماط، تعالوا بقى نشوف لو غيرت الانماط الدرايفرز مود، بصوا بقى الشاشه دي، تعالوا نغير الانماط تاني كده، هغير الانماط، حاليا انا في سبورت نورمال ايكو، مفيش تغيير كتير بيحصل على الشاشه، بس هي حاليا 3D بس كده. بصوا لما قفلت العربيه كتبت لي بيجو، وانا منقي الاخضر اي كوكبيت، والرحله 17 كيلو علم فرنسا، وشايفين الحته الازاز اللي من فوق دي هي اللي بتعمل الايفكت بتاع ال 3D. وزي ما شفتوا دي كانت نظره تفصيليه للبيجو 408، عربيه جميله جدا ومختلفه، الديزاين بتاعها مختلف، وممكن اقول ان لامبورجيني اتاثروا بيهم من لانزا دور، اوكي معرفش، او جت بقى استروبيا عشان ما نعبش في حد فيهم، ولكن الديزاين مختلف وبيدي مساحات كبيره. الحجم بتاع العربيه انا مش عارف اصنفه، بس انا ميال اكتر انها تبقى رايحه ناحيه الميد سايز. التعليق هو اللي عندي اعتراض عليه، كابل تورشن بيم في عربيه زي دي ما يصحش، كان لازم يبقى مالتي لينك عشان تبقى عربيه مريحه اكتر، بس هم بيعرفوا يعملوها في عربياتهم، يعني شفناها في الجراند لاند وفي ال 3008 في كل عربياتهم، حتى ال 5008 بس كان ملحوظ اكتر فيها. وسائل الامان في العربيه ما فيهاش اي نوع من القياده الذاتيه الاوتونومي يعني، ولكن لو بصيتوا على العربيه كلها على بعض في الحتت دي يعني، والتصميم كله بتاع العربيه، ما فيش شك انها جذابه جدا وبيعملوها باسلوب حلو. حته الشاشتين الجداد دول حلوين جدا، وحته بتاعت ال 3D معموله حلو، وان كان برضو دايما عندي اعتراض على الحته دي، لان بحس انها ايه يعني كده، يعني مش عارف مين فينا كده، لان ما تجيش كده ولازم تيجي كده، فلازم احط عجله القياده كده، ولو حطيت ايدي كده ما بشوفش اللي قدامي من هنا،
بس المواد كلها حلوه، ان كان ورا برضو في البرايس بوينت ان هم يبقوا حاطين بلاستيك مش حلو قوي، بنشوفه عربيات كتير بس اتوقع عربيه كده في يعني غاليه كبيره وجميله وعجباني، ونظام الترفيه فيه تغيير كبير، بس كان لازم يبقى فيها 360، كان لازم يبقى فيها قياده ذاتيه اكتر. طبعا وسائل الامان في العربيه ممتازه ما فيش اي كلام عليها خالص، لكن كان يبقى فيها شويه بلايند سبوت. عربيه كبيره كانت محتاجه بلايند سبوت، وكانت محتاجه كاميرات 360 كده بالنسبه لي تبقى هايله، ولكن شكلا وموضوعا يعني تبدو حلوة جدا. فاضل تجربة القيادة ونشوف الموتور الـ 215 كنت جربته قبل كده في الجي تي ماكس لو فاكرين. بس كده لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، وبفكركم تاني لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر من الرواس ادخلوا على اللينك اللي هتلاقوه في وصف الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن العربية والرواس. بس كده، سلام.